أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجنا، برنامج أكل وشكل قناة الصحة والجمال. النهاردة هنعمل معاكم كده شوية أكلات كلها كربوهيدرات وأوميجا 3 وفيتامينز، وداخلها شوية حاجات كده تدي مناعة للجسم، وإن شاء الله بإذن الله الفقرة والحلقة تنول إعجابكم. النهاردة هنعمل معاكم سمك ورز صيادية وسلطة بروكلي بالفاصوليا الحمراء وليمون نعناع، ليمون نعناع، عصير ليمون نعناع. نشوف معانا أول أكلة معانا إن شاء الله السمك. المقادير: بصل، فلفل ألوان أخضر وفلفل ألوان، وطماطم وجزر وكرات. دي مقادير السمك. نبتدي نعمله معانا الاول. الثوم، نعمل التتبيله بتاعته معانا، عباره عن ثوم، ناخد معلقه، وكمون، وملح، اتنين ورق لوري، وفص حبهان، وخل، هنزود شوية من الملح في التتبيلة بتاعة السمك، ناخد معلقتين كمان. تمام، حلو قوي كده. وناخد برضو ايه شوية كمون، الكمون شوية صغيرين. ونضرب معانا كل ده في الخلاط. بسم الله. نحط البوكيه جرنيه بقى بتاع السمك، شوية خضار كده حلوين، بصل، نسيب ده شغال كده تتضرب مع نفسها شوية. وجزر، عايش شوية، وطماطم، هنرص بقى مع بعض السمك. سمك الماكريل ده بيبقى داخله اوميجا 3. اوميجا 3 دي بتدي مناعه للجسم ضد اي مرض وضد اي حاجه وحشه مش حلوه. نحط على الوش شويه فلفل الوان، ناخد طماطمايه، ناخد شويه فلفل، ناخد ليمونه، اها على الوش برضو نحط له شويه حاجات. ناخد نحط برضو شوية بصل على الوش حلوين كده. طبعا البصل داخله فيتامين ايه ومضادات للأكسدة،
حاجات مفيدة جدا جدا جدا. نطفي بقى الخلاط كده اهو، نحط عليه بقى شوية زيت كده حلوين. ناخد بقى التتبيلة بتاعتنا الحلوة ديت اللي عبارة عن كمون وتوم وملح وورقة لوري وفص حبهان واحد، ونقوم حاطينها كده اهو كده 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 تمام. هنقوم جايبين بقى ورق فويل ونلف بيه صينية السمك الماكريل بتاعنا اللي داخله مضادات للأكسدة وأوميجا 3 ومحطوط فيه بصل فيه فيتامين اي، حاجات كلها تدي مناعة للجسم ضد أي مرض ضد أي حاجة وحشة. للصغيرين وللكبار هندخلها الفرن بتاعنا على درجة حرارة. طب احنا هنخرج الاول الصاج اللي جوه ديت، صاج الكيكة ده هنخرجه دلوقتي، مشلتهوش ليه يا محمد؟ ده صاج البيتزا بقى، بعدين نعمل بيتزا ونعمل كل حاجة حلوة ان شاء الله. هنقوم مدخلينه الفرن على درجة حرارة 180. على درجة حرارة 180 مظبوط تمام، فوق وتحت. نبص بس عليه نشوف اشتغل فوق تحت ولا فوق بس. تعالى انت بقى الازمة دلوقتي بتاع البيتزا، تمام كده شغال فوق وتحت تمام، صينية السمكة تطلع تمام او ان شاء الله. نعمل مع بعض طبق السلطة بتاعنا اللي كله برضو فايدة، كله فوائد وكله فيتامينات واوميجا 3 برضو. اكلنا النهارده كله عشان المرض السائد اللي موجود، ربنا يعافينا منه ويعافي اولادنا ويعافي بيوتنا منه، مرض الكورونا. كلها اكلات مفيده جدا جدا جدا، وكلها داخلها اوميجا 3 وفيتامينات، جميع الفيتامينات والكربوهيدرات. هنحط مع بعض مقادير السلطه هنا، عباره عن كابوتشي اخضر، كابوتشي احمر، بنجر، فاصوليا حمراء، فلفل الوان اخضر واحمر واصفر، خيار، طماطم، جزر مبشور، بصل مبشور. نعمل مع بعض السلطه الجميله دي. ناخد ناخد معلقه كده حلوه، نحط مع بعض كده الحاجات الجميلة دي مع بعض كده اهو، ناخد شوية هنا وشوية هنا، ناخد فلفل الأحمر، فلفل الأصفر، نشيل مع بعض المناديل من هنا كده عشان نعرف تمام، فلفل الأحمر، فلفل الأخضر، ويا شوية خيار كده حلوين، وشوية طماطم جامدين. حبة جزر مبشور وشوية بصل، وناخد شوية فلفل أخضر برضو متقطع كده
محمدي هم على جنب كده اهو على جنب هناك الحاجات دي تمام. ناخد الفاصوليا بتاعتنا الجميله الفاصوليا الحمراء دي كلها كربوهيدرات وداخلها اوميجا 3 برضو. ناخد عصير الليمون بتاعنا تعالي دي هنا تمام يا محمد. ناخد عصير الليمون بتاعنا عليها عصير ليمون ليمون طبعا فيتامين سي شوية خل شيلتيها على جنب كده اهو. ناخد شوية ملح وشوية كمون نص معلقة ملح ونص معلقة كمون. نقلب بقى كل الحاجات الحلوة دي كده مع بعض. السلطة دي بقى كلها فايدة وكلها حاجات جميلة وكلها فيتامينات وحاجة كده يعني ولادك هيحبوها جدا جدا. تعمليها في البيت الأولاد هيحبوها قوي قوي قوي. فلفل ألوان وحاجات كده يعني ننضف ورانا كمان مش عايزين تبقى الدنيا مسحومة يعني. البصل ده كده هو يبقى سرفيس شكله حلو كده نحطه فيها. الاولاد هيحبوها جدا جدا حاجه كده يعني تحفه وطعمها لذيذ جدا جدا. داخلها كمون وليمون وخل وفاصوليا حمراء وكل حاجه حلوه. ناخد كده طبق السلطه بتاعنا ناخد حاجه كده بقى نزين بيها الطبق بتاعنا. معانا اتصال استاذ محمد رمضان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مساء الفل. مساء النور. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. الله يخليك. اولا مبروك على البرنامج. انطلاقه قويه بسم الله ما شاء الله. واكل وشكل فعلا. اكل وشكل. بالتوفيق دايما. ان شاء الله باذن الله برنامج كسر الدنيا وان شاء الله باذن الله مكملين في رمضان بشكل ممتاز ان شاء الله باذن الله. بدايه موفقه. وانا حبيت بس اعمل مداخله لحضرتك على البرنامج وعايز اقول ان شاء الله باذن الله يعتبر انا شايف كده من اول حلقه هيكون من افضل البرامج الشيف او المطبخ اللي هتكون موجوده. بالتوفيق دايما يا شيف هاجر. شرف كبير ليا والله يا فندم. نشوف منك مزيد من الحاجات الجميله ان شاء الله باذن الله كل ما هو جديد في قناه الصحه والجمال. الو الو حضرتك سامعني؟
اه سامعك، اه سامعك. حضرتك سامعني؟ تمام. شرفتنا ونورتنا يا فندم. الله يخليكي، الله يخليك. اشوف حضرتك، هسيبك تكملي حلقتك، وان شاء الله باذن الله حلقه مميزه وبرنامج مميز، وبالتوفيق دايما. ان شاء الله باذن الله يا فندم. شرفتنا يا فندم، سعدنا باتصال حضرتك. هنعمل بقى مع بعض الرز بتاعنا الصياديه الجميل اللي بالجزر المبشور وبالطماطم، وان شاء الله باذن الله ينول اعجابكم وتعمليه في البيت ويعجب اولادك ويعجب الاولاد جدا. دخله جزر ودخله كمون ودخله، احب الحاجات المحبشه شويه دي. نجيب الحلل بتاعتنا ونجيب ونقول بسم الله. طيب نمسح الحلل بتاعتنا، محمد زيت 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 زيت. الزيت بتاعنا هنا، ناخد اللبن لسه مش هنحتاجه دلوقتي، هنعمله لما نعمل شوربة البصل، وكمان هنعمل شوربة بصل هايلة ان شاء الله. جربيها برضو في البيت وتعجبك قوي. هحاول ننقل الحاجات دي عشان اعرف اتعامل مع البوتاجاز ده. ننقل الحاجات بتاعتنا بس من هنا لهنا كده سريع سريع. خلي لي دول انا هحتاجهم اكيد يعني. هنحط بقى للرز، هنحط زيت. لا احنا نفتحها كده عشان احنا عايزين ايه ننجز. نحط زيت. الرز بتاعنا هو عبارة عن رز وبصل. فين البصل بتاعنا اهو. معانا اتصال. ام مليكة من اسكندرية، اهلا بيك يا ام مليكة. ايوه يا شيف، ايه البرنامج الجميل ده؟ ميرسي يا حبيبتي، ميرسي لذوقك، اهلا وسهلا بيكي. اموري منورة الشاشة. نعم منورة الشاشة. ميرسي يا حبيبتي، ده من ذوقك والله. اموريني، عايزة طريقة الجلاش وطريقة الطحينة. حاضر حاضر. حاضر، لحد اخر الحلقه وهقول لك على المقادير اللي انت عايزاها هنزلها لك على الشاشه. حاضر. البوتاجاز نعلي البوتاجاز بتاعنا شويه عشان عايزين ننجز. هنحط البصل يا دوب بس ياخد لون كده، لونه يبقى مصفر، لونه ذهبي شويه. البصل مع الجزر كده. وهنحط له معلقه كمون. نجيب الكمون بتاعنا. نحط له معلقه كمون كده اهوت. سلام بقى على الريحه، ما اقولكوش حاجه كده يعني تحفه. كمون مع الزيت مع الجزر مع البصل، حاجة واو واو واو، حاجة تحفة. وبعدين طبعا احنا غاسلين الرز ده كويس جدا قبل الحلقة. هنحط الرز كده اهوت برضو ياخد تشويحة مع البصل والجزر والكمون. حاجة يعني ريحته مش قادرة اقول لكم، بجد لازم تجربيه وتعمليه في البيت. حاجة كده واو واو واو، تحفة.
يبقى احنا حطينا هنا كده، حطينا كوبايتين رز، وحطينا ربع كوبايه بشر جزر، جزر مبشور، وحطينا بصلايه مبشوره، وحطينا شويه كمون، معلقه كمون ورشه ملح نحطها دلوقتي، وهنحط على قد الرز على قد الميه عشان الرز يستوي، يعني على قد الرز هنحط زي قد الرز بالظبط، هنحط قد الميه زي ما حطينا كوبايتين رز هنحط له كوبايتين ميه. ماشي، احنا ناخد ال، طب غالبا انا عارفه انا هعاير، انا عارفه انا يعني معايره، تمام هنحط له كده اهو الميه يا دوب، بس ايه هما الكوبايتين يا دوب بيغطوا وش الرز، تغطي وش الرز بس، تغطي وش الرز فقط لا غير، لا ازيد ولا اقل عشان ياخد السوى المظبوط بتاعه، ولا يطلع مستوي زياده ولا يطلع مش مستوي شويه، لا يبقى مظبوط قوي. نحط بس سنه بسيطه، عفوا نحط الغطا بتاعه، نمسح الغطا كده اهو، نسيب الرز بقى بتاعنا ياخد سواه براحته، نظبطها نشوف السمك بتاعنا كده ايه دنيته. بسم الله الرحمن الرحيم، ابتدى اهو، بسم الله الرحمن الرحيم، ابتدى ياخد ياخد ويدي كده. نعلي النار شويه عشان ايه، ماشي يبقى التايم بتاعه ده اوكي، خلاص السمك بتاعنا قرب ان شاء الله باذن الله يخلص، والرز بتاعنا بيستوي على النار. ناخد حاجتنا كده نحطها هنا اهو، هنعمل بقى مع بعض، طيب نعمل مع بعض دلوقتي العصير، نعمل مع بعض عصير الليمون النعناع، نلم بس حوالينا كده اهوت عشان ايه، ده هنحتاجه في تزيين في الاخر. تعالي لي قدام هنا، مش عايزاكي دلوقتي. نعمل بقى عصير، هنعمل معاكم النهارده عصير ليمون بالنعناع. ليمون النعناع ده مفيد جدا جدا، حاجة كده يعني برضو كله مضادات الأكسدة، برضو داخله فيتامين سي ونعناع وليمون، نعناع وليمون مقاديره عبارة عن معلقة، أي معلقة أهي، مقاديره عبارة عن كوباية سكر صغيرة، تمام، ناخد ثلاث ليمونات كده يكونوا متقشرين، وورقتين نعناع بس مش اكتر ولا اقل من ذلك، ناخد السكر بتاعنا كله عشان يبقى طعمه حلو، تمام، هنضرب كل العصير الحلو ده مع بعضه كده في الخلاط، عباره عن ليمون وسكر ونعناع، وفي الاخر ان شاء الله هنصفيه وهيبقى شكله ظريف وطعمه اظرف، حاجة كده يعني طعمها فظيع، هتجربوه ان شاء الله وهتقولوا لي. بسم الله الرحمن الرحيم، ننزل الحلة دي دلوقتي، بصل يا محمدي، بلانشة دي تعالي لي هنا برضه، تمام، باقي الميكسر فين؟ باقي الميكسر راح فين؟ احنا طبعا لازم كان يتنضف، بس احنا طبعا حاليا مش متوفر معانا ميه ان احنا ننضف على طول، بس ان شاء الله باذن الله على رمضان هيكون كل حاجه تبقى تمام، تبقى موجوده. نوطي شويه على الرز، بسم الله الرحمن الرحيم، هو بصوا ابتدى بيبقبق اهو، تمام حلو قوي،
نوطي بس عليه شوية النار. طفى خالص ولا ايه؟ شوف كده. تمام اوكي. نعمل مع بعض العصير الخطير ده. بسم الله الرحمن الرحيم. حلو قوي زي الفل. ناخد المصفى بتاعتنا الجميلة دي. ناخد المصفى بتاعتنا الجميلة وناخد الكاسات دي كده اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا الاول انا عايزه اخد الطبق ده كده اهو مشكله. بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي هنصفي العصير ده. عصير ليمون نعناع. معانا سميه. اهلا وسهلا من كفر الشيخ. الو، ازيك يا شيف هاجر؟ اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم، اموريني منوره الدنيا والله. ميرسي يا حبيبتي. ايه العسل ده كله؟ اتفضلي معانا. ايه بتحرجي ولا ايه؟ اتفضلي معانا. اول مره اشوف حضرتك والله، بس انت زي العسل ما شاء الله. ميرسي لذوقك يا حبيبتي. ان شاء الله على طول باذن الله متواجده معاكم في رمضان باذن واحد احد خلال شهر رمضان 30 يوم باذن الله. كل البيوت والله. ميرسي يا حبيبتي. تنوري والله يا شيف هاجر. زي العسل ما شاء الله. ميرسي ميرسي لذوقك يا حبيبتي. شكرا. ماشي اتفضلي. شرفتينا باتصالك. هنمسح بقى عشان الدنيا كده. نقول العصير بتاعنا، هناخد الجرنشة بتاعته دلوقتي، هناخد ليمون ونحطه عليه. نمسح مكاننا وننظف مكاننا. عشان ما يبقاش في حاجة بس نزل لتحت كده اهو. هنعمل مع بعض بقى سلطة الطحينة برضو فظيعة. معانا أبو صلاح. ألو. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا يا فندم، أنا بشكر حضرتك على تقديمك كل شيء، ما هو يعني جميل وبسيط للناس. ميرسي لذوق حضرتك يا فندم، أمرني. وبشكر قناة الصحة والجمال، بتقدم كل ما هو يعني مفيد وبسيط وحاجة جميلة بسيطة، يعني من أي حاجة بسيطة جدا ست البيت تعمل. الصحة والجمال يعني. هي الصحة والجمال فعلا، قناة الصحة والجمال، وهي فعلا قناة الصحة والجمال. أنا بشكر حضرتك يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك، تأمرني بأي حاجة يا فندم؟ الله يخليك يا فندم، كل اللي بتقدمي زي الفل والله. ميرسي ميرسي لذوق حضرتك يا فندم. احنا بقى نقطع مع بعض كده ليمونه الاول حلوه كده، زي بيها الكاسات العصير الليمون الجميل ده. ناخدها كده اهو. كده اهو من النص كده اهو. ناخدها على البلانشة. طيب الليمونة كده اهو من النص، وتحطيها تزيني بيها احلى ليمون نعناع، مفيد جدا جدا جدا. نزل ده تحت هنا.
محمدي تعالى يا محمدي، هات الحاجه، هات الحاجه دي هنا، خد البوله دي وحط فيها الحاجه. هنعمل مع بعض سلطه الطحينه هايله ممتازه. معانا اماني من اسكندريه، اهلا وسهلا. اهلا، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا بيكي. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله، تحت امر حضرتك، اموريني. ممكن اعرف طريقه عمل الكيك الاسفنجي؟ حالا يا فندم، نازله لك على الساسه. حاضر، تحت امر حضرتك. حاضر، شكرا. العفو. طب احنا ننزلها محمدي كده، فضيلة الطحينه دي هتحلي. هنشوف الرز بتاعنا. تمام، ما شاء الله تبارك الله، الرز بتاعنا استوى اهو، بسم الله ما شاء الله. يا دوب بنبص على السمك بتاعنا كمان، اه، وبياخد ويدي مع نفسه. واو على الريحه. برنامجنا اسمه اكل وشكل، وهو فعلا اكل وشكل. ثواني، هنعمل مع بعض حالا سلطه الطحينه. عملنا العصير بتاعنا، عصير ليمون نعناع، وعملنا سلطه، احلى سلطه فيها كل الفوائد، وفيها داخلها كربوهيدرات، وداخلها فيتامين اي، وداخلها فيتامين سي، داخلها ليمون، داخلها كمون، داخلها خل، وداخلها كل حاجه حلوه وجميله. والرز بتاعنا برضو، يمكن النهارده مخليه الاكل بتاعنا يبقى داخله كمون وليمون وحاجات مفيده جدا للجسم، لمناعه الجسم ضد اي مرض، الأطفال والكبار، حاجات كده يعني، وبتدي للأكل ريحة وطعم تحفة. تمام؟ محمدي، هنعمل مع بعض سلطة طحينة. المفروض عبارة، هنعملها مع بعض، هي عبارة عن طحينة معانا سعاد، عباره عن طحينه. الو، اهلا وسهلا. اهلا بيكي، تحت امر حضرتك يا فندم، شرفتينا وشرفتي البرنامج. الحاجات اللي بتعمليها ما شاء الله جميله جدا. ميرسي يا حبيبتي، لذوق حضرتك، شكرا. اموريني. انا كنت عايزه اسال سؤال بس. اتفضلي. دلوقتي البسكوت ايا كان الطريقه يعني، ساعات بعمله بالطريقه كويسه، بس ما بدخله يستوي وكده في الفرن يفرش مني. لا لا لا، استني معلش، عيدي تاني كده، عيدي السؤال تاني، معلش عيدي السؤال تاني، ما سمعتكيش كويس. البسكوت، طريقه عمل اي بسكوت. لا، انت بتقولي بتحطيه في الفرن بينفش منك؟ بيفرش، يعني. يبقى انت كده مكتره ان انت عاملاه بسكوت نشادر، ولا عاملاه بسكوت عادي؟ عاملاه بسكوت عادي بالبيكنج باودر. يبقى انت زودتي البيكنج باودر فيه شويه، زودتي البيكنج باودر فيه شويه، ولا حطيتي كيس واحد بس؟ لا، انا حطيت مع يعني، انا بعمله ببيضه واحده بيطلع مقدار صينيه مثلا، اللي هي صينيه البيتزا الوسط. تمام، حالا حالا هرد على حضرتك. حالا، حاضر، تحت امرك، حالا هرد عليكي. السكينه بتاعتنا كده، نقطع البلانشه بتاعتنا كده، ناخد عصره ليمونه للطحينه بتاعتنا الجميله دي. برضو احنا مقشرين الليمون بتاعنا، في منه متقشر وفي منه مش متقشر، عباره عن كمون وليمون وملح وشويه خل. ناخد الخل بتاعنا، نحط عليها شويه خل كده حلوين، ونقلب كده مع بعض سلطه الطحينه الجامده ديت. هتطلع يعني حاجه واو واو، حاجه تحفه يعني. وناخد لها كمان، نطعمها بشويه فلفل اسمر، هيفرق. نحط لها شويه فلفل اسود، هيدوها طعم هايل. نبص على الرز بتاعنا، تمام، ندوقه كده، ندوقه، نشوفه كده. المعلقه بتاعتنا، تمام. ناخد الشوكه بتاعتنا كده اهو، بسم الله الرحمن الرحيم.
يعني عايز سنة سوا بسيطة قوي. نزود له شقشق مية بس عشان ياخد السوا المظبوط احنا موطين عليه، يعني شقشق مية بسيط بس. لما تيجي تاكلي تدوقي الرز كده تحسي ان لسه في سنه كده، يعني ايه زي ما نقول بنقولها كده بالبلدي كده، سنه يعني مخرش شويه او واخد سوا بس في حته نيه شويه، يعني مستوي بس ها يعني عايز هفوه بس على النار. نرجع احنا لسلطه الطحينه بتاعتنا الجامده الجميله دي، نحط لها كمان بقى شويه خل عشان تلحلحيها كده، نحط لها شويه خل نخليها كده حاجه يعني معانا. مي من المنيا، اهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضلي. اهلا وسهلا بيكي. عايزه اعرف طريقه البشاميل. حالا حاضر هقول لك على طريقه البشاميل. حالا حاضر، تحت امرك، شرفتينا باتصالك. سلاطين سلاطين. طيب عايزه بقى سلاطين عشان احط الطحينه، نقدم الطحينه فيها. هنعمل بقى مع بعض شوربه البصل، هنعمل شوربة بصل هايلة، حاجة كده برضو يعني. البوتاجاز بتاعنا ماله؟ اشتغل في ايه؟ نبصهم كده يا محمد، عايزين نفتح الحلل يا محمد. ناخد المناديل بتاعتنا. فتح كده اهو. نمسح الحلة بتاعتنا كويس. كويس. كده اهو. شايف ولا لا؟ عفوا. تمام كده سخن معانا. نبص على السمك بتاعنا. واو واو واو. هناخد بقى نعمل مع بعض شوربة البصل بتاعتنا. هنحط شوية زيت، شوية زيت حلوين يعني عشان البصل بتاعنا ياخد لون كويس. ننضف حوالينا كده عشان ما تبقاش زحمة. وناخد مع عليه معلقة سمنة. نحط معلقة سمنة كده، معلقة صغيرة مش كبيرة، لأن احنا حاطين زيت بكمية وفيرة يعني. خلينا هنا احسن على الهادية دي شوية. دي هادية عندي شوية. شوفوا الرز بتاعنا كده تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. نشيله بقى من على النار، نلاقيه مش سخنة. نحطه هنا اهوت شوية وهنقدمه في السرفيز. زيت مع سمنه كده، شوربه البصل. ايه هذا الوقت هنا؟ يا محمد بتاعنا بقى نحطه هنا بقى ونشكله كده. السرفيس بتاعنا فين؟ في سرفيس مربع، فين هو؟ سرفيس مربع، شوفوا لي يا محمدي كده.
السرفيز المربع شوفولي بره يا محمدي. تمام لسه 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 ياخد بس كده لون. خد السلاطين كلها وخد المطبخ ده واغسل السلاطين هات اللي عايزه بره عايز حاجات اقدم فيها بسرعه. تمام الرز بتاعنا عشان نحطه هنا شويه حالا وهنحط سلطه الطحينه. محمدي محمدي خد الحاجات دي كلها. هنحط بقى ناخد البصل بتاعنا. شوربة البصل بتاعتنا عبارة عن بصل حلقات أو بصل مدور أو بصل أجنحة زي ما تحبي تعمليها اعمليها وزي ما تحبي تقطعيها قطعيها. التقطيعة اللي تيجي على هواكي يعني التقطيعة اللي تيجي على هواكي قطعي بيها. وهنحط لها احنا عايزينه طبعا يتكرمل يعني ياخد لون بني يعني لون البصل يبقى بني شوية كده. وبعدين هنحط له معلقة دقيق هنحط له شويه فلفل اسود هنحط ورق لوري هنحط حبهان نحط ملح وشويه كمون نحط لها دلوقتي اهو ناخد التوابل بتاعته كده نحطها له شويه ملح وشويه كمون واتنين ورق لوري نحط اتنين ورقتين لوري بس ورقتين بالعدد ونحط فصين حبهان وشوية فلفل اسود يطعموا كده الايه شوربة البصل ان شاء الله بإذن الله تنول اعجابكم. ونقلب كده اهو كل ده كده مع بعضه. الله على الريحة الله الله الله. انا قلع الجلافزات دي ملهاش لازمة دلوقتي شوية وهنغيرها. بعد ما تاخد لون البني بتاعها هنحط لها معلقة دقيق عشان تتقل شويه. الرز بتاعنا تمام زي الفل اهو ما شاء الله. ناخد معلقه عشان نغرف بيها الرز بتاعنا. احنا طبعا حاليا بنستعمل الكلينكس لعدم وجود ميه دلوقتي او عدم وجود حوض في او عدم وجود مفيش ميه يعني. فان شاء الله باذن الله على رمضان يتوفر كل شيء باذن الله. احنا على قد ما نقدر بنحاول ان احنا ايه يعني هو كل الاكل مش يعني ما فيهوش حاجه مطرح بعدها لدرجه ان يبقى في نفر يعني من الموضوع. طيب نقلبها الاول اهي ناخد لها كام تقليبه كده اهو تتكرمل. انا عايزاه بس لونه يتكرمل بس. وبعدين هنحط له هنحط كوبايه لبن وهنحط معلقه دقيق. بس هنحط معلقه الدقيق الاول اول ما معلقه الدقيق هتبتدي تشد في ال هنجيب دلوقتي الدقيق اهو هنحط معلقه دقيق ليه ريحة يعني مش قادرة اقول لكم كلنا هنا في الاستوديو يدوب بقى نسيبه ياخد اللون بتاعه ويتكرمل ياخد اللون بتاعه ويتكرمل. احنا ممكن بقى نحط مع بعض بقى سلطة الطحينة كده اهو سلطة الطحينة الجامدة ديت هتعجبكم قوي 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 قوي. اعمليها في البيت. نزل بقى من هنا كده اهو
ورق النعناع فين؟ ورق النعناع، ورق النعناع يا محمدي. بص كده على البصل بتاع شوربة البصل بتاعتنا. لسه يا دوب بس بياخد اللون. تمام. حط عليها ليمونة كده. تمام. نكسر بقى اللون ده كده. ناخد الورق النعناع ده كده نقطعه، نقطعه كده حتت صغيرة. نمسح السكينة بتاعتنا، احنا كنا لسه مقطعين بيها ليمون. نقطعه كده حتت صغيرة كده اهو. هي ورقة بس تتقطع كده. نكسر بس اللون، طبق الجرنش يبقى شكله جميل. وهنحط برضو يعني فوق ده كده، نقوم حاطين كده اهو ورقة النعناع كده اهو. زي شكله كده اهو. برنامجنا اكل وشكل، وهو اسم على مسمى فعلا، لان العين تاكل قبل البق. يعني عيننا بتاكل قبل ما بنحط الاكل في بقنا، عينينا بتاكل. هنجيب بقى نحط بس يا محمد، خلاص يا محمد. ناخد مع بعض معلقه دقيق كده، نحطها على شوربه البصل. ونحط اللبن بتاعنا. طيب كده حطينا معلقه دقيق على شوربه البصل، وهنحط كوبايه لبن. يدوب بقى كده تاخد غلوة، نغطي عليها، نغرف الرز بتاعنا. تمام كده احنا نغرف الرز بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. شوف بقى السمك بتاعنا كده، حط له كده. نخرج بقى السمك بتاعنا، نخرجه من الفرن. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام هو استوى. تمام استوى. تمام كده استوى. ان شاء الله يا جماعة في رمضان كل شيء هيكون متوفر، احنا بس عشان دي اول حلقة
يعني ممكن نقول ايه، كان فيها شويه تجهيزات قليله بس كده. احنا طبعا هي دي شكل الصينيه بتاعتنا بعد ما طلعت من الفرن، احنا المفروض ان احنا نقلها في سيرفيز، بس طبعا وقت الحلقه ابتدى يخلص فانتوا هتعذروني اكيد. الحلقه دي نطفي الفرن بتاعنا ان شاء الله باذن الله، الحلقه الجايه تكون كل شيء متوفر وكل شيء موجود. احنا عايزه ننقلها في حاجه برضو، مش عايزه ناخد منزيل ومسحها بقى كده اهو. احنا يعني احنا بس هناخد من الصينيه حاجه كده بس، يا دوب تحط تقديمه يعني نقدمها كده اهو. وان شاء الله باذن الله عشان من الحلقه الجايه باذن الله كل شيء يكون متوفر. بسم الله الرحمن الرحيم. ناخد حاجه خشب بس عشان دي سيليكون، ف يعني طريه او طريه شويه فمش هتساعد معايا بشيل السمكه من الطبق. بسم الله الرحمن الرحيم. معانا السمك الماكريل التحفة اللي ريحته بجد جامدة جدا، ان شاء الله بإذن الله يبقى طعمه جامد. بسم الله الرحمن الرحيم. ناخد بقى كام حاجة كده. بسم الله الرحمن الرحيم. الشوربة بتاعتنا كمان خلصت ما شاء الله، شوربة البصل بتاعتنا خلصت. احنا بس هناخد بقى شويه صوص كده من بتاع السمك نزين بيهم ونحطهم على الوش كده اهو. شويه الحاجات بقى كده وشويه التحابيش بتاعه السمك دي كده، شويه بصل وشويه طماطم وشويه جزر وشويه فلفل، حاجات يعني تحفه ما اقولكوش. شوربة البصل بتنده عليا وعماله بق 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 حالا جايالك والله. هخلص بس الطبق بتاعي. تمام قوي زي الفل كده. نشيل فين المناديل اهي. نشيل الصينية معانا دي هنا كده اهو، خلاص خدنا اللي احنا عايزينه. انا بحب اكسر اي اكل، بحب اكسر اللون بتاعه بحاجة كده لونها اخضر. انا بحب الالوان في الاكل عامة، بتدي طاقة كده ايجابية، بتدي الواحد بتخليه ياكل وهو يعني. ولا نعناع تاني؟ لا ناخد بقى كده ايه، ناخد كده الليمونه الجامده دي عفوا. ناخد هنا كمان واحده زيها. ناخد ليمونه في النص كمان، كفايه كده. وادي طبق السمك الماكريل بتاعنا. نشوف الشوربه بتاعتنا خلصت اهيت. بسم الله الرحمن الرحيم. هي كده شوربه البصل بتاعتنا تمام. ننقلها كده اهوت. بسم الله الرحمن الرحيم.
ريحتها واو بصراحة. هي ممكن تكون سخنة بس شوية. حطها هنا اهو كده اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. فين الكبشة؟ كبشة كبشة اهي. نجيب الكبشة بتاعتنا كده اهوت ونحط شوربة البصل جميلة ديت. بسم الله الرحمن الرحيم. عبارة عن بصل ولبن وكمون وورق لوري وحبهان وحاجات كده حلوة كتير هتعجبكم قوي 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 قوي. جربيها في البيت لأولادك هتعجبهم جدا جدا. داخلها لبن وداخلها حاجات مفيدة كتير وريحتها كمان واو. يعني ننقل حاجتنا كده اهوت الحاجة اللي مش محتاجينها تحت. المهم ان الاكل بتاعنا النهارده كله دخله مضادات اكسده ودخله حاجات مفيده للجسم، حاجات تعمل مناعه للجسم يعني ضد اي مرض. ربنا يا رب ان شاء الله يعافي الناس كلها ويعافينا من المرض السائد دوت اللي موجود. ناخد الطحينه بتاعتنا كده، ناخد سلطه الطحينه بتاعتنا مع شوربه البصل. كده خلصنا الاكل بتاعنا، عملنا مع بعض رز صيادية بالجزر، وعملنا مع بعض سلطة فاصوليا، وعملنا مع بعض سمك ماكريل، وعملنا مع بعض شوربة بصل وسلطة طحينة. اكلة مفيدة جدا جدا، عناصرها الغذائية كثيرة قوي قوي قوي. جربوها وهتعجبكم ان شاء الله باذن الله. وبرنامجنا اكل وشكل، هو فعلا اكل وشكل. احييكم وان شاء الله باذن الله انتظروني في الحلقه القادمه من برنامج اكل وشكل قناه الصحه والجمال. نشوفكم ان شاء الله الحلقه الجايه، انتظرونا.